مين سمح لك تدخلي المكتب ده من غير اذن؟ انا النهارده كنت عامله تقرير كامل عن حركه البورصه، ولما لقيت حضرتك اتاخرت قلت اسيبه هنا على المكتب. ايوه، ما هو ده مش مبرر برضه. انت ممكن تستنيني لحد ما اجي. ما هو انا عرفت ان حضرتك النهارده معاك ضيف مهم ويمكن ما تجيش. اتفضلي انت دلوقتي. البنت دي كذابه وانا عارفاها كويس قوي. سمير حكى لي على كل حاجه. بصراحه هو شكر فيها من زي ما انت ما بتقولي. الحقيقه كلامه عني خلاني اعيد النظر تاني في تقييمك. اتفضلي على مكتبك يا هاني. الو، ايوه سلمى. هو معاه من ساعه. انا كنت عايزه اقعد لغايه ما يخلصوا الاجتماع اللي بينهم، بس خفت يشوفني يعرفني. اطلع يا اسطى. طيب انا معاكي على تليفونات. ماشي ماشي، باي. وبعدين هو مقتنع بكل كلمه انا قلتها له. انا مش عايزك تقلق خالص. يمضي الشيكات وبعد كده خلاص. شكرا. مش عارف يا هيبة، انا قلقان جدا مش مطمن المره دي. قلقان برضو؟ وانت دايما متشائم كده؟ تعرف بقى تسيبني اكل عشان انا ميت من الجوع. مش ايهاب بيه برضو ولا اي حركه هتعملها والناس هنا كلها هتعرف انت مين وعملت ايه. وانت ما تعرفش بقى الستات لما بيحبوا يفضحوا واحد ممكن يعملوا فيه ايه. يا حبيبي، والناس هنا في مصر عايزه تخدم زي الهم على القلب. اي واحد ما هيصدق يبان قد ايه هو شهم وراجل، ومليون واحد هيخدم. الا قولي انت كنت بتعمل ايه بقى في شركه وسيم، وايه خطتك الجديده، وايه المطلوب مني يا مدام هلا؟ يعني انت شايف ايه بعد كل اللي انا حكيته ده؟ انت لسه ما قلتيش حاجه. انت موافق على ابوك عمله فيا؟ بصي، يعني هو مفيش حد في العالم كله يسمع الكلام ده ويوافق، بس طالما حضرتك وافقتي فانت تحملي بقى. اصل انا كنت جايه فاكره يعني ان انت هتقف جنبي وكده. اقف جنبك ضد مين وفي ايه؟ والدي عرض عليك الجواز وانت وافقتي. كون هو طلقك دي حاجه ترجع لك انت وهو. بس يا مدام هلا، أنا لو حسيت إن والدي ضحك عليك أو خدعك كنت وقفت جنبك، بس أنا حاسس إنه حضرتك نيتك مش قوي، يعني مش سليمة. في حاجة عايز أقولها لك بس مكسوف، بس هقولها. أنت حضرتك يا هانم اتعرض عليك تبيعي نفسك ووافقتي وقبضتي التمن، فما تلوميش إلا نفسك وبس. عايز اعمل معاك اتفاق. اولا لازم تخرجني من المصيبه اللي انت حطيتني فيها دي. ثانيا، ايه علاقتك بشركه وسيم؟ وايه اللي بينكم؟ وعايز اعرف كل معلومه عندك عن الشركه. من الواضح ان انتوا مش واخدين بالكم من الموضوع. هو انتوا فاكرين ان انا هخاف منك انتوا؟ ايه؟ انا ابيض. انا ولا خدت فلوس ولا ماضي على شيكات. والشركه انا اتنزلت لك فيها عن كل حاجه. يعني انا كده زي ما بيقولوا زي البفتة البيضة. بس خلي بالك برضو، انت دلوقتي بتبتدي صفقه جديده، صاحبها لو خد باله انت عملت ايه مش هسيبك. هقدر ساعتها اثبت انك نصاب، مش مهم بقى تشيل الليله كلها ولا لا، ساعتها كل اللي هيجنني ان انا اشوفك متكلبش يا صديقي. من كلامكم كده باين عليكم في حاجه ناويين تعملوها، او في حاجه بينكم وبين شركه وسيم. فقولوا بقى اللي عندكم ونتفق. قولي بقى، ناوي تنصب عليه في ايه بالظبط؟
انا ما بنصبش يا حبيبتي، انا بنفذ اللي في دماغي اللي قدامي. انت مثلا كان كل اللي همك انك تتجوزي واحد غني، انا حققت لك ده. طب يا اخ يا مفتاح السعاده والهنا، يعني ما تقول لنا وسيم كان عايز منك ايه؟ شركة وعندها مشاكل مالية كبيرة، وجايبني أنا بقى علشان أحل لهم المشاكل المالية. وأنت بقى تحل لهم المشاكل المالية دي إزاي؟ مش لما أعرف الأول أنت عايزة تعمل إيه؟ وعايزة تعمل إيه؟ كويس إنك جيتي. خير؟ يلا عشان هنسافر. نسافر؟ نسافر فين؟ عندنا شغل في الواحات. واحات ايه؟ انت ناسي ان عمير هنا وانه عاوزني في موضوع المقبره اللي عاوز يفتحها عشان الاثار؟ مش مهم، الشغل اللي عندنا في الواحات اهم. انا عارفه يا تميمه ان انت بديتي تفهمي في شغلنا كويس قوي، وكمان عارفه ان انت بقيتي مش عاديه وعندك حاجات مش موجوده عند حد. كل ده أنا فاهمة كويس، بس إحنا مش ملك نفسنا، إحنا ملك شغلنا. وبعدين إحنا كل ما نعمل شغل أكتر يسمع مع الناس يبقى لينا سعر والناس تجينا من كل البلاد. وبقولك إيه؟ عمير يستنى، اللي عاوزه لو طلبنا منه إنه يستنى مش هيقول لأ عمره. ماشي اللي تشوفيه.